عالم الأفلام مفتوح للكل، والمنافسة فيه قوية بين الممثلين لأخذ لقب الأفضل، لكن المنافسة هذه تغيرت تماماً في آخر 30 سنة بدخول المغنيين، لعيبة الكورة، لعيبة السلة، وحتى المصارعين، وصار الموضوع ما يقتصر على الممثلين المعروفين. فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين، مين هم؟ خلونا نتعرف عليهم. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك واضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت، وليتس جو. راح أحاول أتكلم وأذكر جميع الفئات، وحنبدأ بالمغنيين. دائما نعرف أن المغنيين لهم صيت عالي وقوي في الإعلام، وأن ظهورهم في الأفلام يزيد من قوة الفيلم إعلاميا. وأول مغني عندنا هو المغني الأمريكي جاستن راندل تيمبرليك، واحد من أشهر المغنيين في التسعينات بداية الألفية الجديدة. المغني صاحب 41 سنة كان له حضور قوي في عالم الأفلام والسينما، وشارك بستة أفلام قوية ومعروفة. بدايته كانت بفيلم الدراما The Social Network، وبعدها شفناه في فيلم Bad Teacher، ألين صار يظهر في الأفلام بشخصية رئيسية مثل فيلم Runner Runner، Friends with Benefit، والفيلم الرهيب In Time، وأخيرا آخر أعماله فيلم الدراما في عام 2021 Palmer. وعندنا مغني الراب الأمريكي المعروف Post Malone، ومشاركته القوية بالفيلمين Spencer Confidential وراث أوف مان مع الممثل جيسون ستيثم. ومعانا كمان المغنية الشهيرة جينيفر لين لوبيز، لها بطولات أفلام كثيرة في هوليوود وأبرزهم فيلم باركر برضو مع الممثل جيسون ستيثم، وعندها كمان فيلم هاسلرز اللي شاركتها مغنية الراب كاردي بي، وآخر أعمالها الناجحة الفيلم الرومانسي ماري مي. طبعا ما ننسى الفيلم الخرافي اللي حصل على جوائز عديدة 8 مايل لمغني الراب إمينيم. هذا الفيلم واحد من أقوى وأفضل الأعمال اللي قدمت الراب الأمريكي، وكان الفيلم من كتابة واحد من أشهر كتاب هوليوود سكوت سيلفر، هو نفسه اللي كتب فيلم ذا جوكر. ما ننسى المغنية ليدي غاغا وأداءها الصادم في فيلم ستارز إز بورن. بطولة غاغا مع برادلي كوبر رشحتها للأوسكار، قدمت عرض مبهر في حفل الأوسكار، وهذا الشيء أعطاها الأحقية لأخذ دور البطولة في فيلمها الجديد House of Gucci. المغنية بيونسي والمغني جيمي فوكس والفيلم الناجح Dream Girls اللي ترشحت فيه المغنية بيونسي في عز شهرتها لجائزة الجولدن جلوب، وترشح الفيلم لسبعة جوائز أوسكار فاز باثنين منها، وكان أداء لا يوصف للمغنية بيونسي. وبعض المغنيين كان لهم دور خفيف زي المغنية ريانا في فيلم Ocean's 8، والمغنية ريانا جراندي في فيلم ليوناردو دي كابريو الجديد Don't Look Up. نيجي لعالم كرة القدم واللاعبين العالميين اللي ظهروا في الأفلام أو كان لهم دور بطولي، ومن أشهر اللاعبين العالميين اللي دخلوا عالم السينما هو الوسيم ديفيد بيكهام وظهوره في فيلم King Arthur Legend of the Sword. معروف أنه ديفيد بيكهام من أقوى اللاعبين العالميين اللي له تأثير في الإعلام. ومن الدوري الإنجليزي لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز وشيفيلد يونايتد واللاعب الدولي لمنتخب الويلز، شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينجز مان وGone in 60 Seconds The Magnificent 7. وأكيد ما ننسى اللاعب الفرنسي إريك كانتونا أسطورة المنتخب الفرنسي وأسطورة مانشستر يونايتد، وظهوره في أفلام كثير مثل The Salvation وSwitch The Traveler، وكان بعضها مرور الكرام وبعضها كان له دور بطولي. ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان، وظهوره خفيف في فيلم Triple X Return of Alexander Cage في عام 2017 بطولة فين ديزل سامويل جاكسون، والفيلم الوثائقي لدون رونالدو من إنتاج الشركة العملاقة يونيفرسال. الفيلم تم إنتاجه في عام 2015 وتكلم عن حياة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو خارج الملعب وداخله. ما ننسى عالم كرة السلة وسلسلة الأفلام الرهيبة سبيس جام من إنتاج شركة وارنر برادرز، واللي نزل منه جزئين، والجزء الأول كان من بطولة مايكل جوردن والجزء الثاني كان من بطولة ليبرون جيمس، والفيلم يجمع عدد من نجوم كرة السلة في هذا العصر. الفئة الأخيرة هي فئة لاعبي كمال الأجسام والمصارعين اللي شاركوا في الأفلام. طبعا أشهر لاعبي كمال الأجسام هو أرنولد شوارزنيجر اللي أعماله ما تخلص وما تنعد، وأشهر أعماله سلسلة The Terminator. ونيجي للمصارعين واللي على رأسهم دوين جونسون المعروف بذا روك، اللي خلاص أشوفه صار ممثل رسميا، صار ممثل وأعماله ما تخلص وما تنعد فما راح أذكرها. والمصارع الأمريكي كيفن ناش وظهوره في فيلم جون ويك وفيلم The Punisher وآخر أعماله فيلم دوغ مع الممثل تشانينج تاتوم. ما ننسى الأفعى ريندي أورتن وأشهر أعماله فيلم 12 Rounds Reloaded، وأكيد ما ننسى المصارع جون سينا اللي أعماله مرة كثير، وآخر عمل لي كان مسلسل Peacemaker، بس احنا ما نتكلم عن مسلسلات، نتكلم بس عن افلام فاست ناين، وعندنا ذا سوسايد سكواد. والمصارع العملاق رومان رينز وظهوره في فيلم هوبز اند شو، وهذا اكثر مصارع اتمنى اني اشوف فيلم من بطولته. الاسطوره تريبل اتش ومن اقوى واشهر الافلام اللي شارك فيها فيلم مارفل بليد ترينيتي، والمصارع ستيف اوستن ومن اشهر الافلام اللي شارك فيها فيلم الاكشن ذا اكسبندبلز والفيلم الكوميدي ذا لونجست يارد، واخيرا المصارع اللي اشوف انه خلاص صار ممثل المصارع ديف باتيستا. طبعا هذا المصارع ظهر مسلسلات زي مسلسل سي
وظهر في أفلام مثل فيلم سبيكتر لجيمس بوند. وأشهر أعمال المصارع ديف باتيستا هي سلسلة أفلام مارفل غارديان أوف ذا جالاكسي. كذا نكون تكلمنا عن أغلب المغنيين ولاعبين الكرة ولاعبين السلة ولاعبين كمال أجسام وحتى المصارعين اللي دخلوا عالم الأفلام. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المقطع. وسؤالي ليكم، مين أكثر واحد انصدمتوا لما عرفتوا عنه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما انحرم من دعمكم باللايك والسبسكرايب والشير. اعمل شير لصاحبك اللي حاب انه يعرف عن المعلومات هذه. كان معاكم عبدالعزيز خوجة، واتمنى لكم يوم سعيد. سلام.